السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من استاد المحور بنجيلكم بعد ثلاث مباريات مهمين جدا جدا للكرة المصرية، سواء لمنتخب الشباب واللي مؤهل إن شاء الله يكون منتخب أولمبي فيما هو قادم، وسواء للنادي الأهلي وأيضا لنادي بيراميدز في مستهل مبارياتهم في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. عايز ابتدي وهني مستر ميكالي وجهازه الفني والكابتن اسلام الشاطر والمجموعه اللي موجوده مع مستر ميكالي على طبعا تاهل منتخب 2005 الى بطوله افريقيا باذن واحد احد. زي ما انتم عارفين هذا المنتخب تعرض لكم كبير من الانتقادات، خصوصا بعد هزيمته من المنتخب المغربي في بداية لقاءات التصفيات على أرضه وسط جماهيره، ثم التعادل في الثواني الأخيرة بضرب الجزاء للمنتخب الجزائري، ولكن تدارك الموقف واستطاع أن يفوز على منتخب ليبيا. وكانت مباراة النهاردة هي مباراة لا تحتمل القسمة، يعني خلاص أكون أو لا أكون، لابد من الفوز النهاردة، خصوصا ان قبل المباراة كان منتخب مصر بيمتلك اربع نقاط، سوري منتخب مصر احنا اتكلمنا يا جماعة ان قبل اللقاء كان منتخب مصر بنتكلم في اربع نقط، سوري صح، ويعني واتيفر ان كان المنتخب التونسي اكتر مننا بنقطتين، فكان احنا النهاردة مطالبين التعادل في مصلحة المنتخب التونسي والفوز في مصلحة المنتخب التونسي، والكسبان مننا هو اللي أو إحنا لو كسبنا إحنا اللي هنتأهل كمركز تاني عن هذه المجموعة، واللي تصدرها مجموعة شمال أفريقيا تصدرها المنتخب المغربي. خلاص؟ كنا أربع نقاط، اتغلبنا وتعادلنا مع الجزائر وكسبنا ليبيا، فبقينا عندنا أربع نقاط، والمنتخب التونسي عنده ست نقاط. فالنهارده منتخب تونس عايز يتعادل، ايه اللي حصل؟ في الدقيقة 40 من الشوط الأول اطرد منا لاعب اسمه فارس خالد. اطرد منا لاعب اسمه فارس، فخلاص منتخب مصر بيلعب بعد الدقيقة 40 ب 10 لاعبين أمام منتخب تونس اللي بيمتلك 11 لاعب. والطبيعي والمنطقي في عالم كرة القدم إن اللي بيلعب 10 ما يقدرش يكسب اللي بيلعب ب 11 لعيب في شوط كامل واكتر من شوط كمان كامل، بالوقت الضايع خمس دقائق بالوقت الضايع في الشوط الاول بجانب 45 دقيقه كامله، ان انت تقدر تحافظ على شباكك نظيفه وكمان تجيب جون. وده اللي حصل. كاباكا واحد من المواهب المميزه جدا في الكره المصريه، واللي معار من النادي الاهلي لنادي سيراميكا. كاباكا ده مشروع من وجهه نظري، لاعب هو كابتن الفريق ايضا، لاعب جيد جدا جدا جدا. كمان منتخب مصر النهارده يا جماعه كان بيفتقد للاعب مهم جدا، ومن اللعيبه اللي لعبت فريق اول في نادي في قيمه الزمالك، محمد السيد. محمد السيد اللي هو بيعتبر لاعب اساسي في هذا المنتخب. سوري كباكا في مودرن، سوري اسف. ادي 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 جون، طبعا تصليحه 10 على 10. تصليح 10 10 وحصل فيها نوع من التوفيق وراحت، وكان هدف التقدم للمنتخب المصري وهو بيلعب ب 10 لعيبه. فمليون مبروك لمستر ميكالي، كل شويه بيثبت ان هو مدرب كبير. مليون مبروك لاحمد الكاس، زي ما انتقدنا منتخب الناشئين لاول مره من 11 سنه يوصل لكاس الامم الافريقيه، زي ما انتقدنا هذا المنتخب النهارده بيرجع ويعمل ريمونتادا ويصل للنقطة السابعة عشان يتفوق على المنتخب التونسي اللي بيتوقف رصيده عند ست نقاط، وبالتالي منتخب مصر بيصعد مع المنتخب المغربي. وده نفس اللي حصل على فكرة في المغرب، بس بالعكس بقى، يعني المغرب تصدرت في منتخب الشباب على أرض مصر، ومصر تصدرت على أرض المغرب، بس الفوارق إن المغرب كسبتنا في 2005 وكسبتنا في منتخب الناشئين يعني، ولكن في النهايه صعدنا، وده الهدف الاسمى من البطولتين، بطولات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه للناشئين او لمنتخب تحت 20 سنه. طيب نروح بقى للنادي الاهلي.
نادي الأهلي النهاردة يعني قولا واحدا، أنت لازم تبارك للنادي الأهلي أول فوز لي في دوري المجموعات. لكن هناك سلبيات وهناك إيجابيات. إيه هي الإيجابيات؟ أن أنت بتعرف تجيب 4 تجوان، أن أنت بتكسب أول 3 نقاط، أن أنت بتروح وأنت يعني بتروح طبعا أورلاندو بايرتس وأنت عندك 3 نقاط في رصيدك. لكن في نفس الوقت من الواضح أن هذا الفريق هو أقل فريق موجود في المجموعة، وبالتالي قد يكون هناك سهولة في فكرة أن كل الفرق تقدر تكسب هذا الفريق على أرضها. يعني شباب لوزداد يقدر يكسب الفريق ده على أرضه، أورلاندو بايرتس يقدر يكسب الفريق ده على أرضه، فالفوز قد يكون خادع. طب نمرة 2، هذا الأهلي في 29 دقيقة جاب 3 تجوان، والشوط الأول بينتهي بنتيجة ثم الفريق بيعود بهدف عشان ينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1. الشوط الثاني كله يعني الأهلي بيجيب الرابع ثم بيتعادل هذا، ثم بيحرز الهدف الثاني هذا الفريق، وبيضيع أكتر من فرصة، بل كمان في كرة جت في العارضة أو في السوكة كان ممكن يكون نتيجة 4-3. لكن في المقابل الحاجات السلبية برضو أن الأهلي ضيع فرصة لانتصار تاريخي. يعني النادي الأهلي النهاردة كان ممكن يكسب 8، كان ممكن يكسب 9، كان ممكن النتيجة النهاردة تبقى 9-3، 9-4، 8-2، 8-3، خصوصا أن في بعض اللعيبة كان عندها انفرادات كاملة بالمرمى منهم كهربا. ولكن أنا مش عايز أقول أن ناس كتير بتتكلم على فكرة كهربا ضيع جون فاضي. كهربا النهاردة كهربا جاب جون عالمي، عشان ندي كل واحد حقه، ما نقعدش نصيد بقى في أسامة أبو علي، ولو أسامة أبو علي كان جاب الجون ده كنا قعدنا نقول فيه أشعار. فكهربا الجون التاني بتاعه اللي جه في الدقيقة 49 جون عالمي ومن عرضية عالمية من خالد عبد الفتاح. كهربا النهاردة جاب جونين، ضيع جونين تلاتة، عمل جون واتيفر. فكهربا النهاردة في ظل الغياب وفي ظل النقد اللاذع اللي بيتعرض له، وفي ظل كان في شيك كان لازم يدفعه للزمالك والزمالك عمل له محضر، وفي ظل انه اتخانق قبل كده مع كهربا في مع كولر في السوبر المصري واتخصم منه مبلغ كبير جدا، وفي ظل اجواء ان وسام ابو علي بيلعب عليه، النهارده بينتهز الفرصه. الماتش اللي فات يعني ماتش الاتحاد برضو خد شويه نقد لاذع قوي جدا، النهارده قدر انه يجيب جونين وكان ممكن يطلع هاتريك ويجيب الرابع وكان ممكن يجيب سوبر هاتريك. لكن لازم نثني على كهربا ونشد من ازره، انه في النهايه لعيب مصري بيلعب في النادي الاهلي، انتهز الفرصه وقدر ان هو يجيب جونين وحط رجله كلاعب اساسي الى حين عوده وسام ابو علي من الاصابه. كمان عايز النهارده اشيد بواحد زي مجدي قفشه. احنا طول الوقت عشان في خناقه بين الزمالك والاهلي على موضوع امام عاشور، وانه ده كوبري وانه رجع على الاهلي وانه زملكاوي وانه اهلاوي، لكن مين الاحتياطي بتاع امام عاشور؟ قفشه. قفشه النهارده بعد مستوى امام عاشور في الماتشات الاخيره النهارده قاعد على الدكه، ومستر كولر اعطى الفرصه لقفشه انه يبتدي. فقفشه اما ابتدى كسر الدنيا وعمل الجون الاول لكهربا وجاب جون وعمل اكتر من هدف، فلازم نشيد بقفشه. لكن في نفس الوقت ما اقدرش اشيد اشاده كبيره جدا، لان مستوى الفريق اللي بيلعب مع النادي الاهلي لا يرتقي لمستوى الفرق الكبرى. فطبعا انا عايز اللعيبه دي تتالق امام الفرق الكبيره. يعني انا عايز اشوف قفشه قدام اورلاندو، عايز اشوف اهداف كهربا قدام اورلاندو في جنوب افريقيا. هي دي الماتشات المهمه قوي. ممكن اي لاعب يجيب جوان في الماتشات اللي زي دي ويتالق في الماتشات اللي زي دي. لكن برضو من السلبيات من وجهة نظري ان الشوط الثاني هو الكورة طبعا 90 دقيقة، لكن الشوط الثاني انتهى 1-1، وان الهدفين اللي جم في الشوط الثاني جم في 10 دقائق لغاية الدقيقة 55، و 35 دقيقة النادي الاهلي الملعب مفتوح قدامه يقدر يجيب جون واثنين وثلاثة وما جابش. وكمان من الحاجات السلبية
ان النادي الاهلي قعد 12 مباراه متتاليه من ديسمبر في كانت اعتقد امام يانج افريكانز التنزاني كان اخر هدف دخل مرمى النادي الاهلي. الموسم الماضي النادي الاهلي لم يحرز في مرماه طوال البطوله دوري ابطال افريقيا الا هدف واحد. وفي مباراه الدوري المجموعات بيتم احراز هدفين من فريق من وجهه نظري فريق متواضع تكتيكيا. يعني عنده لعيبه بيصنع خطوره بيلعب بطريقه مفتوحه، لكن ممكن هذا الفريق يكون رخم شويه غلس شويه على ارضه ووسط جماهيره، لكن فريق هو مهلهل تكتيكيا. طيب نروح بقى لمباراه بيراميدز وسجرادا. سجرادا فريق بقى متمرس السنين الاخيره. كان الاول بنسمع عن طبعا بيترو اتليتيكو الانجولي وبريميرو دو اغوستو او الاول من اغسطس، ده بريميرو دو اغوستو دي اعتقد بالبرتغالي يعني. وبالتالي دي الفرق الاشهر في انجولا. ابتدى سجرادا يخش معاهم شويه، ابتدى يلعب شويه في الكونفدراليه، يلعب في دوري الابطال، معنى ان هو بيلعب في دوري الابطال ان هو احد فرقتين مشاركين من انجولا، تمام؟ وبالتالي ابتدى يحط رجله وابتدى لعيبته تكتسب خبرات، واعتقد سجرادا ده كان موجود اكتر من مره امام نادي الزمالك. والزمالك عمل معاه تعادل وهنا كسبه بالعافيه اعتقد. فسجرادا النهارده امام بيراميدز انه يفوز على سجرادا بنتيجه 5-1 فدي نتيجه تقيله جدا. وكمان لوغاريتم شويه. يعني ابراهيم عادل جاب جون في الدقيقه 17 من الشوط الاول، وبيراميدز طوال الشوط الاول ما جابش ولا جون، 1-0. الشوط الثاني كان 4-1 لبيراميدز. بعد كده محمد حمدي جاب الجون الثاني، وبعد كده ابراهيم عادل جاب الجون الثالث، وبعد كده بنتكلم على مايلي جاب جون، قطه جاب جون، وفي الوقت الضايع استطاع سجرادا ان يجيب هدف سجرادا الوحيد عشان ينتهي اللقاء 5-1. طبعا نتيجه جيده جدا بالنسبه لنادي بيراميدز وبالنسبه لنادي سجرادا اللي يعني ليه تاريخ شويه. بمقابل استاد ابيجان، انتوا عارفين اشهر فريق يعتبر اسك ابيجان. استاد ابيجان ده فريق غاب عن بطولات دوري الابطال من اكتر من 50 سنه، يعني اول مره يرجع لدوري ابطال افريقيا او بطوله الدوري يعني او وات ايفر بعد 50 سنه. ف يعني عنده بعض اللعيبه اللي كانت بتلعب في فرق اخرى واكتسبت خبرات في البطوله دي، لكن الفوارق كبيره جدا ما بينه وما بين النادي الاهلي. دي الثلاث مباريات اللي اتلعبوا النهارده. كمان عايزين نروح لان الزمالك والمصري هيلعبوا بكره. المصري هيلعب امام انيمبا النيجيري، والزمالك هيلعب قدام فريق طبعا بلاك بولز الموزمبيقي. الميزه في كده ايه؟ ان الاربعه دول في نفس المجموعه، يعني المصري والزمالك في نفس المجموعه. وبالتالي يعني اعتقد الزمالك هيكون حابب يتفرج على جزء من لقاء او يشوف الفرقه قدام عينيه انيمبا النيجيري، لان الماتش اللي بعديه هيكون انيمبا النيجيري هيستضيف نادي الزمالك، والماتش اللي بعديه هيكون طبعا مصر هيكون حريص ان بعد اللقاء الماتش من 6 ل 8 وماتش الزمالك من 9 ل 11. يعني ممكن لعيبه المصري تتفرج على المباراه بالكامل والكابتن علي ماهر وكده عشان يشوفوا الفريق اللي هيلعبوا معاه في الجوله الثانيه من دوري المجموعات. طبعا يعني قولا واحدا نتمنى التوفيق للنادي المصري ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وكمان دول فرق شعبيه وفرق كبيره، يعني يمكن الزمالك هيفتقد جمهوره بكره، وده اللي قاله مستر جوميز في المؤتمر الصحفي. قال ان احنا هنفتقد جمهورنا لانه الزمالك معاقب من قبل الاتحاد الافريقي، معاقب بايقاف ناصر منسي وشيكابالا 3 مباريات، ومعاقب بمبالغ ماليه ضخمه شويه، ومعاقب ايضا بالحرمان من جمهوره. اعتقد مبارتين يا جماعه صح؟ دي هتكون المباراه الاولى، وهيكون فاضل له مباراه اخرى اعتقد فيما هو قادم. طيب على العموم يعني ده اللي بيتمنى. الزمالك هيلعب بالزي بتاعه الكامل،
الشورت الابيض والتيشيرت البيضه والشراب الابيض، بجانب ايضا ان عواد هيلعب بالطقم الاسود بالكامل. هكذا اتفق في طبعا الاجتماع الفني للفرق قبل لقاء الغد باذن الله. على فكره احنا هنجي لكم بكره الساعه 11 بالليل، مش البرنامج بتاعنا 10:30، هنيجي 11 بالليل، احنا هنيجي بعد انتهاء مباراه الزمالك باذن واحد احد، وان شاء الله تكون سعداء وفرحانين بجمهور المصري، وبورسعيد تكون سعيده وفرحانه، ويكون كمان يكون جمهور الزمالك سعيد وفرحان بالانتصار. بكره معلوماتي ان الزمالك هيبتدي بتشكيل من محمد عواد وعوده احمد فتوح كباك ليفت اساسي على حساب بن تايك، ده ما يقال يعني، بجانب ايضا حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. ناحيه اليمين هيكون عمر جابر، نص الملعب بقى في غياب ناصر ماهر هيكون دونجا وعبد الله السعيد، والاول مره زيزو هيلعب في مركز 10 او مركز ناصر ماهر، وهيكون ايشو ناشئ او شاب من شباب نادي الزمالك هو هيكون ناحيه الوينج رايت، مصطفى شلبي هو اللي هيبتدي ناحيه الوينج ليفت، وعوده مره اخرى لسيف الجزيري في غياب ناصر منسي، وحسام اشرف هيكون على دكه البدلاء هو وبن تايك اللي هيكون متواجد على دكه البدلاء. ده بالنسبه لنادي الزمالك في مباراه الغد بكره. واعتقد كمان النادي المصري هيلعب بنفس التشكيل تقريبا بنسبه 99%، قد يكون في تغيير في لاعب واحد فقط اللي لعب بمباراة المصري أمام الزمالك في طبعا الدوري العام المصري. نتمنى التوفيق للفرتين زي ما قلت لكم بإذن واحد أحد. طيب تعال نروح كمان للونش. كلام يعني الونش يا جماعة لغاية دلوقتي متخوف من التواجد، كل شوية يقول لك هيخش الماتش ده، هيخش الماتش اللي بعده، خايف إن أي إصابة تجيله. خدوا بالكم يا جماعه الاصابات دي، انت ما بتعمل صليبي وبتعمل قبل كده حاجه تانية، انت بتاخد حاجه من وتر لوتر لوتر، فلازم الدم يوصل، ولازم تقعد اكتر من 9 شهور، ولازم تكون متاكد 100% ان كل شيء سليم عشان ما تجيلكش اصابه تانية، ولو جات لك اصابه تالتة هتبقى مشكله كبيره للونش. ففي التاني مش عيب ان انت تتانى الى ان تصل ليقين ان انت بقيت سليم 100% وعضلاتك شايلاك وواقف على رجليك والدم واصل لكل حته ومفيش اي مشكله، وان مش سهل ان شاء الله ان تجيله اصابه مره اخرى باذن واحد احد. كمان نروح لتفاصيل رفض الطعون. كان في طعون ضد قائمة المهندس أنيا بوريدا، الطعون دي كانت يعني بتحاول انها تمنع ترشح البعض منهم، يعني او قانونية ترشح البعض منهم، ومنهم المهندس أنيا بوريدا نفسه، ولكن رفضت كل الطعون خلاص قولا واحدا. المهندس أنيا بوريدا هو متواجد، واقول لكم من يوم 10 ديسمبر هتعتمد الجمعية العمومية نجاح قائمة المهندس أنيا بوريدا اللي بنتمنى له التوفيق فيما هو قادم، وعليه مسؤوليات كبيرة جدا الفترة اللي جاية لتطوير شكل كرة القدم المصرية. وكويس جدا ان هو وهو راجع منتخب مصر 2005 تأهل، منتخب مصر طبعا الناشئين تأهل لأول مرة من 11 سنة، منتخب مصر الكبير تأهل، عندنا ماتشات في شهر 3 في كاس العالم، لو كسبنا الماتشين دول يبقى بنسبه 99% وصلتنا لكاس العالم، ويعني وكنا اطمأنينا من بدري، فيعني عندنا مسؤوليات كبرى الفتره اللي جايه باذن الله. وفي كمان يوم السبت اللي جاي هيكون في مؤتمر صحفي للمهندس أنيا بوريدا وقائمته، هيعلنوا من خلاله يعني البرنامج الانتخابي بتاعهم وهم عايزين ايه، يعملوا ايه للكرة المصرية الفترة القادمة. تمام. وبيقولوا كمان ان قبل يوم السبت هيقعد مع أندية القاهرة والجيزة، واهم الأندية طبعا النادي الاهلي في القاهرة ونادي الزمالك في منطقة الجيزة بإذن الله. نروح طبعا عقوبات الجولة الثالثة من الدوري. إيقاف طاهر محمد طاهر، خد الإنذار الثالث وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث. أنا يا جماعة مع كل احترام والتقدير للجنة المسابقات، أنا عمري ما شفت واحد ياخد إنذارات فيعملوا عليه غرامة 5000 جنيه، اللي يعمل عليه غرامة هو النادي بتاعه. لكن يعني إيه اللي يعني الاتحاد ياخد فلوس ليه من واحد خد إنذار ثالث؟ يعني هي
حاجه غريبه جدا يعني، او الرابطه يعني. مباراه الزمالك والمصري، توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 100,000 جنيه وتوجيه لفت النظر، وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراه ولاعبي الفريق المنافس. مباراه فاركو وامبي، توقيع غرامه ماليه على نادي فاركو قيمتها 10,000 جنيه، وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الاسعاف او المهمات الطبيه اللازمه لها في الوقت المحدد. مباراه بيراميدز والبنك الاهلي، ايقاف كروزلاف يورو تيتش المدير الفني فريق بيراميدز مباراه واحده، وتوقيع غرامه ماليه قدرها 5,000 جنيه بسبب الطرد، طرد ماتش بيراميدز والبنك الاهلي. مباراه حرس الحدود وسيراميكا، ايقاف فخري لقاي لاعب فريق سيراميكا مباراه واحده، وتوقيع غرامه ماليه عليه قيمتها 5,000 جنيه، وذلك بسبب الحصول على الانذار الثالث. قبل ما نطلع لفاصل ونستقبل النجم الجميل صديقي العزيز احمد نخله. احمد نخله طبعا كان من اللعيبه المميزه جدا اللي لعب اكتر من نادي، ثم انتقل للنادي الاهلي ولعب معاه مواسم، كان باك ليفت عصري، باك ليفت اشول قوي جدا، وتزامنا في منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الاولمبي، وتزامنا ايضا في المشاركه في اولمبياد برشلونه 1992، وهو متواجد طبعا بيعمل داخل النادي الاهلي مساعدا للكابتن شطه في اكاديميه النادي الاهلي في المنوفيه. كابتن احمد نخله من اللعيبه المميزه جدا مهاريا واخلاقيا، هيكون ضيفي بعد قليل، ولكن عايز ابعت رساله كده للجماهير المصريه، وخصوصا جماهير الزمالك بصفه خاصه وجماهير النادي الاهلي والجماهير عامه بصفه عامه. الإعلام، هناك فرق كبير أن تعمل في قنوات الأندية، يعني قناة الزمالك أو قناة النادي الأهلي. وأنا عايز أقول بس للجماهير اللي ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام في رجب، إحنا هنا بنشتغل بمنتهى المهنية وبننحاز دائما للحق، ولا نقول إلا كلمة صادقة وأخبار ليس لدينا أي غرض منها. خلاص، البعض بيراني كزملكاوي وكنت اعمل في قناه الزمالك، والبعض يرى كابتن شوبير اهلاوي وكان يعمل في قناه اون تايم سبورت واصبح يعمل في قناه النادي الاهلي. من حق الاعلاميين انه يدافعوا عن ناديهم وعشقهم لناديهم في الانديه الفئويه زي الاهلي والزمالك، وكمان في قناه زد قريب هتفتح، يعني القنوات الفئويه يعني. تمام، نمره 2، انا هنا دوري يعني، البعض انتقدني بسبب اللي قلته عن فتوح، وكتير من الزملكاويه يرى ان ده يعني الكابتن التاريخي وعيب اللي قاله على فتوح، وان انا راجل يعني وحش جدا وكده ومن هذا القبيل يعني، مع ان نفس الجماهير دي هي اللي كانت بتطالب كابتن احمد شوبير ان يكون حياديا في قناه اون تايم سبورت. يعني هو اللي كان بيطالبوه، يقول لك دي مش قناه بتاعتك يا باشا، دي قناة عامة لكل الأندية، أنت لازم تكون حيادي ومنحاز للحق، ولو قلت مشاكل الزمالك لازم تقول مشاكل الأهلي. ده كان طلبات جمهور الزمالك، وجمهور الزمالك دايما بيطالب بالعدل وتكافؤ الفرص، وإن الحق هو اللي يسود ما بين كل الأندية، وده دورنا. إما أنا قلت موضوع فتوح، لم أكن أنا من اختلق موضوع فتوح، ولم أكن أنا من صرح بهذا التصريح، كان الأستاذ ممدوح عباس وهو المحب والعاشق والرئيس النادي الأسبق. ممدوح عباس من المعروف أنه هو مساند بقوة للمجلس الإدارة الحالي، وبالتالي الأستاذ ممدوح عباس دافع أكثر من 150 مليون جنيه، ويعرف كل كبيرة وصغيرة، والتليفون على طول ما بينه وما بين كابتن حسين لبيب وكل أعضاء مجلس الإدارة. والجمهور الزمالك يعلم جيدا ان اللي قال هذا الكلام على فتوح هو الاستاذ ممدوح عباس، فانا من المنطقي والطبيعي عندما تنتقد او تريد الانتقاد هتنتقد ممدوح عباس اللي هو من افشى بالخبر واللي قاله، ولكن لا تنتقد الاعلام اللي بيحاول يقوم لاعب، بيحاول يقومه ويوديه للطريق الصحيح بعد اكتر من مشكله مرت عليه خلال الشهور اللي فاتت، بدأها مع المستشار مرتضى منصور، مرورا بالخروج من المعسكر بدون إذن، مرورا بحادثة كارثية كانت ستؤدي إلى حبسه. تمام،
لولا وقوف الزمالك وقوف اعضاء نادي الزمالك ووقوف المحامين ودفع الديه. فالمفروض ان يتعلم مما سبق، ومفروض انت كمشجع تكون ضد اي لاعب يلوي دراع النادي او يخرج عن الاطار المسموح به للاعب محترف، وتكون مساند للكيان وليس مساندا للنادي. وما تلومش الاعلام المهني اللي بيتعامل بكل ضمير مع كل حاجة. على فكرة احنا هنا برضو بسم الله ما شاء الله بنتعرض لضغوط صعبة جدا، وبرضو خروج عن النص على السوشيال ميديا من كتير من الأهلوية، لان احنا بنقول كلمة الحق، وللأسف عندنا السوشيال ميديا ولا بيقبلوا كلمة على الأهلي ولا بيقبلوا كلمة على الزمالك، وطول الوقت عايزين يعلموك الصح، وطول الوقت عايزين يقولوا لك انت زملكاوي مالكش دعوة بالأهلي، انت زملكاوي الكابتن التاريخي ما تتكلمش على الزمالك. صراحة مش عارفين نتكلم عن مين لما بنطلع للإعلام، وده دورنا كإعلام مهني في قناة عامة بتحترم كل الناس وبتحترم الجماهير. هنا اما قلت ليه تبقى أهلاوي اتروقت من الزملكاوية، وما قلت ليه تبقى زملكاوي اتروقت من الأهلاوية، وما قلت ليه تبقى اتحداوي اللي جمهور الاتحاد شكرني، وما قلت ليه تبقى اسماعيلاوي جمهور اسماعيلاوي على كل الصفحات وشكرني. وامبارح اتكلمنا على المصري وبورسعيد ولقيت كل صفحات المصري بتشكرني، وكلمنا على المغرب وكلمنا عن السودان، وبنحاول ان احنا نقدم اعلام مهني محترم بيخاطب العقول قبل ما يلعب على مشاعر الجماهير. وللاسف ده اللي موجود في كثير من الاعلاميين، وده اللي في الموجود برضو في بعض الاعلاميين اللي بيمسكوا العصايه من النص. وعايز اقول لكم مفيش حاجه، اوعوا تفتكروا اي اعلامي هيطلع عليكم ويقول لكم انا ما ولا زملكاوي ولا اهلاوي ولا كل واحد له انتماء، لكن الاهم ان يكون عندك ضمير وان ما تكونش مغرض، وتتعامل بمنتهى الحياديه في الانحياز للحق، مش الحياديه ان انت تمسك العصايه من النص ولا تكون ابيض ولا اسود، وتكون واقف طول الوقت في المنطقه الرماديه. مبروك للاهلي، مبروك لبيراميدز، بكره نبارك للمصري الساعه 6 ونبارك للزمالك الساعه 9. تعالوا ونبارك طبعا وباركنا المنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله نتعامل بكل حب واحترام لكل الناس. نطلع لفاصل ونستقبل بعديها كابتن احمد نخله، يلا بينا. الفترات اللي فاتت كلها شغالين عليها كويس جدا، اتقال علينا ان احنا ما بنشتغلش، و ادي 2008 وصل وخد البطوله، وادي 2000 النهارده 2005 وصل لامم افريقيا. عندنا المنتخبين اللي احنا كنا بنراهن عليهم والبطوله بتاعتهم، وصلنا لامم افريقيا الحمد لله، ادينا الرساله بتاعتنا. عندنا المنتخب الاول وصل لامم افريقيا، عندنا المنتخب الاول متصدر لكاس العالم. احنا عملنا اللي علينا كمجلس اداره محترم، اشتغل لاخر لحظه، بنسلم الرايه بتاعتنا كمنتخب كمجلس اداره منتخب في الفتره اللي فاتت، بنسلمها النهارده في احسن صوره. انا مبسوط جدا حقيقي، مشاعري يعني مش قادر اوصفها لحضرتك. Primeiro eu gostaria de agradecer a todo o povo egípcio que abraça o nosso trabalho, sempre está conosco. بشكر الأول جميع الجماهير المصرية اللي هي بتحتوي شغلنا وعملنا وفاهمين بالضبط ما هو المجهود المبذول في تلك الفترة. Dizer que passamos por muitas dificuldades sim nesse campo e nesse campeonato. عدينا بظروف صعبة في خلال تلك المعسكر والبطولة نفسها، المعسكر السابق اللي يسبق البطولة. Mas uma coisa que prevalece no nosso trabalho é nunca desistir de lutar. Jogadores nunca desistiram de lutar e conseguimos essa classificação com muita justiça. ولكن اهم شيء كان موضوع الكفاح، ان احنا زرعنا ثقافه الفوز للاعبين ويستاهل الكلام ده كله. ميكالي 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 ميكالي. انا هترجم بس يلا يا جماعه مستر ماشي نساله يعني رايه مباراه قبل مباراه تونس، كان واثق وكان عنده طموح ان هو كان نازل هيكسب. عندك كونفيانس انتس دي جوجو دي تونيزيا كي بابوس اجانا في سيبكو كو كونفيانس، دايما عنده ثقه كبيره جدا دايما. كان فينا اصعب لحظات المباراه كان اوس مومنتوس ماس ديفيز دي جوجو
مومنت كنا فيكامبس كون هومي امينوس بس ميمو اسين احنا تينا كونفيانس لعيب واحد لعبنا ب 10 ولكن كان عنده ثقه كبيره جدا في اللاعبين. انا متاكد من لعيبتي لعيبه رجاله، جيل يستحق الاحترام والتقدير بعيدا عن اي كلام بيتقال. عندنا مجموعه جيده جدا من اللاعبين، ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. البطوله الافريقيه قريبه ان شاء الله، نقدر نظبط كويس الفتره اللي جايه ونعمل بطوله جيده ان شاء الله. الله يبارك فيك. الحمد لله احنا تعبنا وعملنا اللي علينا وادينا، احنا مطرود مننا واحد في الدقيقه 35 و40 فان احنا نلعب بالروح دي ونقاتل لحد اخر دقيقه ونجيب جون وربنا يكرمنا وما يدخلش فينا، فده توفيق ربنا وكرم ربنا يعني. الحمد لله. اول حاجه طبعا الحمد لله بنشكر الجماهير اللي جت دي كلها وسندتنا. طبعا احنا تشكك فينا في اول ماتش بسبب الخساره من المغرب، لكن الحمد لله احنا معانا جهاز على اعلى مستوى واللعيبه كلها رجاله الحمد لله، قدرنا نتخطى اول ماتش وركزنا بعدها برضو تاني ماتش ما كناش احسن حاجه مع الجزائر، خلص تعادل ايجابي، لكن جمعنا نفسنا وقلنا ان احنا في ارضنا وسط جمهورنا ما ينفعش ان احنا الناس دي كلها تروح زعلانه. الحمد لله ربنا كرمنا وتاهلنا ان شاء الله، بنوعد ان شاء الله الشعب المصري كله ان احنا هنكون موجودين في افريقيا وننهل كاس العالم ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله تعبنا كتير صراحه. كنت متاكدين ان انتوا هتكسبوا تونس النهارده؟ الحمد لله الحمد لله، احنا داخلين الماتش عارفين ان احنا هنكسب باذن الله باذن الله، ومعانا جهاز على اعلى مستوى صراحه. اصعب لحظات المباراه ايه يا احمد؟ ساعه الطرد حسينا ان الدنيا اتقفلت علينا، بس كوتش ميكالي في الاوضه قفل علينا وقال لنا هنكسب ان شاء الله، والحمد لله ربنا كرمنا بالجون. ونشكر الجمهور طبعا، يعني حاجه محترمه الصراحه جمهور الاسماعيلي، يعني بنشكرهم كلهم طبعا الحمد لله. لا الحمد لله، يعني في الاول واجهنا صعوبات، واول ماتش لما خسرنا قدام المغرب فالمدرب عشان كان لسه جديد وكده احنا برضك عانينا في الاول، بس الحمد لله قدرنا نصعد وعشان احنا لعيبه رجاله وكلنا تعهدنا في الاوتيل بس، والحمد لله اللي احنا صعدنا والحمد لله. يعني نخلة واحد من أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر في الكرة المصرية خلال فترة التسعينات، لما تميز به من سرعة كبيرة وقدرات فائقة في إرسال الكرات العرضية بالمقاس على رؤوس المهاجمين. مسيرة مميزة لأحمد السيد أحمد النعماني الشهير بأحمد نخلة في عالم المستديرة، حيث كانت بدايته مع فريق غزل جبين قبل خوض فترة ذهبية في صفوف المقاولون العرب استمرت لمدة 6 مواسم متتالية، حصل خلالها على عقد للاحتراف الأوروبي في أحد الأندية الهولندية، إلا أن إدارة ذئاب الجبل رفضت رحيل اللاعب وقتها، واستمر نخلة في التألق ليخطف أنظار مسؤولي الأهلي وينضم لصفوف القلعة الحمراء في صيف 1996. ولم تنسى جماهير الأهلي هدف نخلة الشهير في مرمى الهلال السعودي بنصف نهائي البطولة العربية للأندية عام 1996، وهو الهدف الذهبي الذي منح المارد الأحمر بلوغ المباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب على حساب الرجاء المغربي. وحقق نخلة مع الأهلي خلال موسمين 5 ألقاب متنوعة قبل أن يغادر أبواب التتش بسبب تعدد الإصابات، وبعدها خاض الظهير الأيسر صاحب السرعة الفائقة عدة تجارب محلية أبرزها مع المصري البورسعيدي وبلدية المحلة، كما كان أحمد نخلة ضمن كوكبة نجوم منتخب مصر الأولمبي في دورة برشلونة عام 1992، كما شارك في عدة مباريات بقميص المنتخب الأول في فترة التسعينات. وبعد الاعتزال توجه أحمد نخلة إلى عالم التدريب وصنع اسماً كبيراً في المجال خلال عدة محطات تدريبية له بدولة الكويت، أبرزها تولي منصب المدرب العام لفريق التضامن وغيره من الأندية الكويتية قبل أن يتولى منصب المدير الفني لأكاديمية النادي الأهلي في المنوفية.
أحمد نخلة الظهير الأيسر الرشيق الذي صال وجال في الملاعب المصرية، أمتع وأبدع وعبر عن موهبته الفزة على مدار سنوات عديدة من العطاء داخل المستطيل الأخضر. ورجعنا لكم مرة أخرى، ورحب طبعا بالكابتن الكبير. يمكن كان التقرير مبين مين هو ضيفي النهاردة، الصديق العزيز وزميل الملاعب وزميل منتخبات الشباب والأولمبي، وزي ما قلت لكم كنا فريق واحد في أولمبياد برشلونة 92 اللي لعب في بدايته في غزل شبين، هو من المنوفية ثم توجه للمقاولين العرب، لعب أكتر من 7 سنين هناك، خد معهم كأس مصر على حساب غزل المحلة وأحرز هدف في نهائي كأس مصر مع المقاولين، ثم انتقل للنادي الأهلي لعب هناك سنتين لولا الإصابة بعدته شوية، وراح لعب في المصري البورسعيدي أيضا سنتين، جاب جون شهير في الدعيع، اللاعب طبعا لاعب الحارس الكبير في الكرة السعودية وفي كأس العالم، أحرز هدف في الدور قبل النهائي مع النادي الأهلي، يمكن لسه شفناه من شوية هدف جميل على الطاير برجله الشمال كان مميز بيها جدا جدا. معايا ومعاكم كابتن أحمد نخلة. كابتن أحمد مساء الفل. مساء النور طبعا حبيبي يا خالد، و انت وحشني جدا طبعا، وانت كمان والله، وكنت سعيد جدا جدا بمكالمتك ليا حبيبي والله، وما ترددتش طبعا ان انا اكون موجود معاك، وانت عارف يا الحمد لله العلاقه اللي بيني وبينك صحيح فعلا فعلا، يعني كنا مع بعض فعلا في غرفه واحده منتخب اولمبي والحمد لله، يعني كنت سعيد جدا جدا بفتره، وانت كمان كنت لاعب مميز جدا يا خالد حبيبي. يعني موهوب كان اتقال كده الله يرحمه. فاكر احنا كنا بنقعد نتمشى في القريه الاولمبيه سنه 92 كانت ايام جميله، وكنا جيل رهيب كلهم، كل هادي خشبه بالظبط، وابراهيم المصري، وليد صلاح الدين، مصطفى صادق، ابراهيم المصري، مصطفى ابراهيم، محمد صلاح، ابو جريشه، مظبوط، بنتكلم على تامر عبد الحميد، الاسيوطي، محمد الاسيوطي، اسيوطي، يحيى نبيل، هيثم فاروق، نادر السيد صح. الله يرحمه، سلام، سلام، محمد سلام طبعا، كان حارس مرمى صح، وعصام عبد العظيم، مصطفى ابراهيم، وعصام، لا مجموعه حلوه قوي يا خالد جدا جدا، كنا مجموعه اكثر من رائعه يعني. اعتقد احنا لما كنا في برشلونه 92 لما رجعنا اعتقد ان كل واحد فينا راح لناديه بقى سوبر ستار صحيح، من محمد صلاح ابو جريشه ما شاء الله، انت برضو كسرت الدنيا في الزمالك مع الجيل الذهبي، وهادي خشبه، وهادي خشبه لعب ابراهيم المصري اساسي في النادي الاهلي، ابراهيم المصري في بورسعيد كان عامل، صح، ابراهيم رجع جاب جوان في ماتشات القمه الاهلي صح لا ما شاء الله، كان هيثم فاروق احترف في هولندا فتره ولعب في الزمالك، لعب في فاينورد هيثم صح بالظبط، ونادر السيد كسر الدنيا، نادر حارس عظيم، حارس جميل نادر طبعا بالظبط. انا مبسوط ان انا موجود معاك جدا يا خالد والله. انت سبت اول ما سبت الكوره عملت ايه بقى في حياتك؟ انا سبت الكوره وبعدين سافرت لدوله الكويت، خدت شهادات التدريب بتاعتي من هناك، خدت السي والبي والاي من الاتحاد الاسيوي، فعلا فعلا على فكره الاتحاد الاسيوي قوي جدا في الشهادات، بس من خلاله وانا بشتغل يعني، وانا يعني كنت شغال مساعد مدرب لمدرب برازيلي في البدايات في البراعم، وبعدين شويه بدانا نمسك 17 سنه بعرضه مع مدرب روماني، اكتسبت منهم خبرات كتيره يا خالد، ومن خلال ما احنا شغالين، اصل انت ما ينفعش تاخد الدوره دلوقتي تاخد السي وكمان اسبوع تاخد البي، ما فيش كلام ده، لا بعد سنتين مثلا، بعد سنتين، برافو عليك بالظبط تمام، بتعمل حاجه اسمها سجل اداء، وهو احنا هنا يعني معلش احنا هنا ممكن تاخد كله في سنه، برافو عليك بجد والله، والله لا مش بالشكل ده بس يعني هو يعني لازم انت بتاخد السي وتقعد تشتغل عليها بسن معين بالظبط، وبعد كده تاخد البي، وبعد كده تبتدي تكتسب خبرات وتمرن وتعمل، وبعد كده تاخد كده. وفي حاجه كمان بيتعمل حاجه اسمها ورش عمل في الاتحاد، اللي معاهم اللي معاهم شهاده سي بيروحوا لهم دورات، لهم ورش عمل عملي ونظري تمام. احنا كمان يعني عايز اقول لك وانا شغال معايا السي، في خلال وانا ما اخلص السي تلاقي الاتحاد بيتصل عليك، اتفضل تعالى عشان تاخد اللايسنس اللي بعد كده البي، يعني هو الاتحاد الكويتي هو اللي بيهتم بالظبط، وبيطلب منك حاجه، بيطلب منك سجل اداء، السجل ده اداء خالد، يعني مرنت قد ايه، عملت ايه، عملت ايه الفتره دي، اشتغلت ايه، طب البرنامج التدريبي بتاعك كان ايه، طب البلان بتاعك كان، الخطه بتاعتك كانت ايه، طب انت الفرقه اللي انت اشتغلت بيها دي كانت عملت ايه، عملت ايه في الدوري، ترتيبها كان ايه، طب هل انت عندك لعيبه وصلوا منتخب الناشئين،
هل صعدت فيه لا ثلاث اربع لعيبه صعدوا من عندك انت بتكتب كل المعلومات دي لا في نظام هناك بصراحه بروفيشنال. وعلى فكره كمان اعتقد انت كمان خدت دوره في تحليل الاداء. اخدت دبلومه في تحليل الاداء الفني. دبلومه في تحليل الاداء الفني. دي برضو كلها بنسب وكلها برضو انك بتعمل كل المباراه بتتقطع كتير جدا جدا يا خالد عشان توصل لجزء معين اللي مثلا ايه الشق الهجومي او الشق الدفاعي او التكتلات كلها يعني بتنصب في مصلحه كره القدم. كل شيء بالتفصيل في التحليل الاداء الفني ده موجود هناك بصراحه استفدت جدا. قعدت 10 سنين في الكويت. قعدت اشتغلت في نادي التضامن فتره كبيره الحمد لله برضو. عارف انا لعبت في قزم على فكره يعني. انا عارف انت كنت لعبت في قزم 97 احنا اتقابلنا مره فين مش عارف تقريبا في تونس كنت انت أيوة معسكر في البطوله العربيه برافو عليك في البطوله العربيه كنت انت مع الاهلي ساعتها كنا مع الاهلي وانت كنت ده انا اديت جزمتي لوليد صلاح الدين لعب بيها ماتش كنت انا وكمونه وشفناك وان انا خالد تعالنا الفندق وكده صحيح افتكر مظبوط الكلام ده صح. طيب وعلى فكره في الله يرحمه بشير عبد الصمد لعب هناك الله يرحمه طبعا وطبعا بدايات كابتن حسن شحاته وطابصري كابتن حسن وفي نبيل محمود اعتقد راح هناك فتره كابتن حسن شحاته يا خالد له اسم كبير جدا جدا في الكويت مش ممكن بيعشقه عشق والله والله العظيم بيحبوه جدا لان هو لعب في نادي برضه تقريبا نادي قزمه تقريبا لعب في نادي قزمه ولعب لمنتخب الكويت العسكري وخد معاهم بطوله. طيب معانا على التليفون طبعا رئيس اتحاد الكره المصري الاستاذ جمال علام. استاذ جمال مساء الخير على حضرتك. الو مساء الخير على حضرتك يا استاذ جمال. كابتن خالد اخبارك ايه؟ تحياتي ليك وتحياتي لكابتن احمد معاك كابتن احمد داخله بس اللي معايا ومعلش متاخر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. متاخر اقول لك مبروك بس يا كابتن خالد لان انت عارف ان انا مقل في المداخلات. انا عارف ربنا يكرمك ان شاء الله في اللي جاي. الله. وانا عايز اقول يعني يمكن قبل ما تترك منصبك كرئيس لاتحاد الكره المصري ربنا انصفك بقى بتاهل كابتن احمد الكاس وكان اختيار سليم ميكالي وتأهله بصعوبة برضو النهاردة في ظل نقص عددي يجيب جون ويصعد وتأهل منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية وقرب منتخب مصر للتأهل إن شاء الله لكأس العالم. ألف مليون مبروك النهاردة وأول امبارح. الله يبارك فيك يا كابتن خالد وربنا طبعا فرحنا كمصريين وألف مبروك للجماهير المصرية. أنا بشكر طبعا فعلا الأجهزة الفنية وخصوصا كابتن كاس والكابتن مكلي في الفتره دي لاني اتهاجموا كتير جدا في الفتره اللي فاتت وكانت البطوله طبعا بالنسبه لهم صعبه جدا. يمكن 2008 تعثروا في اول مباراه والناس اتكلمت كتير جدا على الجهاز الفني وعلى اللاعبين ولما رحت معاهم هناك وقعدنا والحمد لله الحمد لله الولاد طلعوا رجاله ولعبوا باسم مصر وجميل مصر حققوا طبعا البطوله دي طبعا انجاز يمكن من فتره طويله جدا اول مره تحصل بالنسبه لمنتخب الناشئين صحيح من 11 سنه اعتقد بالضبط. فطبعا الحمد لله كمان مستر مكلي لما تعاقدنا معاه كان حاطين خطه ان احنا نكمل معاه لغايه 2028 عشان الاولمبياد. الراجل الجهاز الفني هو وجهازه طبعا كان فتره تحته قريبه جدا كانت حوالي في حدود 14 يوم اشتغلهم مع اللاعبين الحمد لله انه ربنا وفقه في الاخر. طبعا كانت اول مباراه برضه فيها صعوبات ثاني مباراه برضه مش هنتكلم سواء في تحكيم او غير التحكيم لكن المهم الحمد لله هو قدر بالجيل اللي معاه دلوقتي لان قبل المباراه قعدت معاهم قلت لهم انتوا انسوا انه بتلعبوا البطوله انسوا بتلعبوا باسم مصر وفعلا محتاجين ان احنا انتوا تصعدوا عشان تكملوا للاولمبيات اللي جايه. الحمد لله ربنا كرمهم وفازوا وصعدوا مع المغرب. يمكن البطوله في بتاعه الناشئين 2008 مصر حصلت على البطوله والثانيه المغرب. هنا برضو في 2005 المغرب حصلت على البطوله ومصر كانت الثانيه. يعني تبادل كراسي في المنتخبين صحيح. الحمد لله طبعا بالنسبه للمنتخب الاول انت الحمد لله دي ذكرت المنتخب الاول تاهل لامم افريقيا الحمد لله قبل مباراته كانت الاخيره كان معروف ان المنتخب تاهل نفس الوقت ان هو دلوقتي حاليا على اعتاب تاهله لكاس العالم وقريب جدا هيكون في كاس العالم ان شاء الله. الحمد لله برضو انجاز كان الفتره اللي قبلها المنتخب الاولمبي الحمد لله وصل للمربع الذهبي ويمكن كان قاب قوسين او ادنى ان هو ممكن يحصل على مركز احسن من المركز الرابع
لكن اعداد الفرقه لتكمله الفتره اللي جايه ان شاء الله في 2028 حققوا ميداليه ان شاء الله المنتخب الاولمبي باذن الله مع المجلس اللي جاي ان شاء الله باذن الله، ويكملوا نفس المسيره ويكملوا على نفس الخطه المعموله كانت في اتحاد الكوره. الحمد لله احنا من ساعه ما جينا وخططنا على اساس ان احنا هنوصل لهدفنا. انت عارف يا كابتن خالد وانت لاعب كبير جدا، عارف ان لازم يبقى في تواصل للاجيال. صحيح. الفتره اللي احنا بنيجي فيها دايما بيبقى ما كانش فيها قبلها بيبقى في تواصل. الحمد لله بنعمل اعداد وعدينا دلوقتي، يمكن المنتخبات دي اول مره تحصل في مصر، انت بتحط منتخب 2005 و2007 و2008 و2009 و2010. طيب يعني عندك تواصل ان شاء الله في الفتره دي، واعتقد ان في الاجيال الجايه دي اجيال كويسه. 2008 في لعيبه كويسه جدا و2005 كمان في لعيبه كويسه جدا. طيب عايز اسال حضرتك سؤال. 2008 الظلم 2008 ان احنا اتكلمنا كتير جدا الموضوع ال10 لعيبه والثمان لعيبه دول اللي هم تسنين دول طبعا اثروا معاه. ويمكن كابتن خالد انا عايز اقول حته بس اتفضل للموضوع ده، احنا دايما بنتكلم نحط حاجات سبوتات على حاجه عندنا وما بتحصلش. يعني انا كنت في اجتماع المكتب التنفيذي مع الكاف كنت بتكلم على اساس ان احنا ولادنا بيلعبوا بسن بتاعهم الحقيقي والمنتخبات اللي قدامنا بتلعب بسن اكبر. فانا فوجئت بعد كده لما قعدت في المكتب التنفيذي قالوا لي انت بتقول لنا حاجه غير اللي عندكم، ده انتوا اللي اتضحتوا ان انتوا بتسنين اللعيبه ومصورين اللعيبه. قلت له احنا عمرنا ما بنصور لعيبه. وكلمه التزويد دي ما تطلعش من اتحاد الكوره. حتى لو طلعت من حد من عندنا في اتحاد الكوره وكان مسؤول في الحته دي وما عرفش يوصفها صح، لكن لا احنا بالنسبه لنا لعيبه عندنا ممكن يكون اختلاف بالنسبه من لاعب للاعب، لكن الحمد لله ادي كابتن احمد الكاسب الجيل اللي كان معاه بالرغم من نقص العدد اللي معاه سواء هو او ميكلي قدروا يوصلوا طيب. للامم الافريقيه ان شاء الله. طيب استاذ جمال اعلام، يعني انا اسف لان ده حاجه بتتقال، يعني هل فعلا يعني لجنه الانضباط، لان سئل كثيرا ان لجنه الانضباط طلعت قرارات ضد جوميز، طلعت قرار ضد مجلس اداره الاهلي، اللي ضد بيراميدز، ضد مروان حمدي، وانتوا ما حبيتوش تعلنوا القرارات دي الا وسبتوا الموضوع للمهندس ابو وليد. كابتن خالد لا كابتن خالد الكلام بيتقال كلام يعني مش عايز اقول كلام مش حقيقي وكلام خايب، لان ما فيش حاجه اسمها ان انا اتصل بكابتن هاني واقول له ان انا سايب لك كذا وكذا وكذا، دي استحاله. انت بتعمل لاخر لحظه، تشتغل لاخر لحظه، وطبعا لما يكون في عقوبه هتطلع على طول. النهارده ما فيش حاجه، مصلحه مين اللي اخر عقوبه ومصلحه مين يقول حاجه مش موجوده، كل الكلام ده هتطلع. يعني كل ما قيل ان لجنه الانضباط طلعت قرارات واديتها لكم، ده مش ده عالي تمام من الصحه. ولا اتصلت بحد اساسا، يعني اللي حتى الزميل اللي قال او حد قال ان احنا اتصلت بالكابتن هاني ابو ريده وقلت له انا هسيب لك كذا وكذا وكذا، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لان في مجلس اداره بيشتغل وفي مجلس اداره جاي محترم هيشتغل ويستلم ويكمل المسيره بتاعت اتحاد الكوره في الفتره اللي جايه، وعلى نفس الخطه ان شاء الله باذن الله يكملوها ونوصل زي ما احنا عايزين، لكن ما ينفعش الكلام ده يتقال. يعني استاذ جمال يعني هو في عقوبات ولا ما فيش؟ اكيد طبعا هتبقى في عقوبات من لجنه الانضباط، اول ما هتطلع من لجنه الانضباط هتبقى. يعني لغايه دلوقتي ما طلعتش؟ اكيد لسه لغايه دلوقتي، يعني انا طبعا هي اولا ما بتجيش لرئيس الاتحاد. هي العقوبه لو بتطلع بالجواب من اللجنه للمدير التنفيذي على طول يتبعت على الانديه. فقال لك جمال علام وقافل عليه في الدرج وشايلها كلام غير حقيقي. ما بردش احنا، ما بردش يا كابتن. تمام كويس، حضرتك بترد لا يعني ما ينفعش يتقال كلام والناس كلها تمشي وراه، يعني احنا دلوقتي بقينا اي واحد يقول اي كلمه تطلع وراه. تمام. كله يمشي وراه. تمام. يعني خلاص يبقى كده في انتظار. طب ليه العقوبات بتتاخر قوي؟ يعني انت عارف مروان اعتقد حمدي ده مثلا وعقوبات الاهلي وبيراميدز وجوميز دي من السنه اللي فاتت، ليه العقوبات بتتاخر؟ من السنه اللي فاتت؟ لا فيش حاجه من السنه اللي فاتت، بس هي يعني كان قصدي من الموسم اللي فات. ممكن يعني ممكن نقول الموسم هو الموسم متلاحم مع موسم يا كابتن خالد. يعني احنا ما عندناش مسافه اتخذت في فتره بين موسم وموسم. في طبعا لجنه الانضباط هنقعد معاهم ان شاء الله وكل حاجه هيطلعوها في وقتها وهتطلع للعلن، يعني ما فيش مشكله فيه ان شاء الله. طب هل عايز تتكلم حاجه على التحكيم؟ لان اثير جدل كتير على التحكيم الفتره اللي فاتت وموضوع محمد عادل والتسريبات وكلام من هذا القبيل.
بص يا كابتن خالد، النهارده اكلمك في الحته دي. احنا بالنسبه للتحكيم، احنا كاتحاد كوره احنا داعمين للتحكيم المصري، ويا ريت الانديه تدعم الحكام المصريين. الحكام المصريين في فتره عندهم يعني مش عايز اقول عدم ثقه في نفسهم، لان نتيجه الهجوم الكبير اللي طالع زائد الاستديوهات التحليليه، كل واحد بيتكلم، انت بتعرض حاله واحده بس عندك، حاله واحده بتلاقي فيه نفس الحاله في كل القنوات اللي عندنا مختلفين. صح. يعني ده يقول رايه، ده بيختلفوا في الاراء. صح، فبيختلفوا الاراء. وبعد كده احنا لما قلنا في عندنا حكم اجنبي، اتحدوا كل الحكام العظماء بتوعنا بتوع مصر، اتحدوا قصاد الحكم الاجنبي. لما مش الحكم الاجنبي كلنا دلوقتي اختلفنا تاني. احنا عايزين نقول حاجه بس، اتفضل، ما نمشي بورا حكامنا وندي دعم لحكامنا. وخلي بالك حكامنا من الحكام العظماء اللي موجودين في افريقيا، يعني النهارده فيهم ثقه بره. ازاي الحكم اللي بيحكم بره في افريقيا واخد حكم تقييم كويس ويجي في مصر ان هو يعني بشكل استاذ جمال؟ طبعا امين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف حكموا في كاس الامم الافريقيه، بس اخيرا اما انتوا عملتوا اجتماع واقلتوا اللجنه بالكامل، ده ادى انطباع ان انتوا تاكدتوا ان في حد هو اللي مسرب. لا احنا مش، احنا ما خدناش اللجنه عشان الموضوع ده. اللجنه كانت مختلفه مع بعضها في حاجات اختلافات مع وسطهم مع بعض، يعني كابتن محمد فاروق متخانق مع كابتن ابراهيم نور الدين، كابتن مريم يعني الدين مش حابب محمد عادل، محمد عادل مش حابب ابراهيم نور الدين. بالظبط، لكن لو انت حطيت كل واحد وحده هيشتغل احسن من كده بكتير. يعني انا برضه اقول كمان عشان ادي بس كابتن ابراهيم حقه، كابتن ابراهيم اشتغل في الناحيه الفنيه، كان ليه مجهود كبير جدا مع الحكام، والحكام كلها كانت بتعز الكابتن محمود، وده شهاده مني حقيقيه. كابتن ابراهيم اشتغلوا معاه صح كويس جدا، وادى فتره تحته كويسه جدا. كابتن محمد فاروق ليه حاجات كتيره جدا طبعا. انا يعني كنائب رئيس لجنه وكان عايز يبقى رئيس لجنه، في حاجات ما اختلف فيها مع كابتن ابراهيم اكيد، اختلف فيها مع اللجنه اكيد، يعني كان في خلاف على المناصب اكيد طبعا اكيد، فهي دي يمكن الخلاف اللي كان موجود. لكن تحقيق مين اللي سرب ومين اللي قال ومين اللي كان زي كده، تحقيق الداخلي بتاعنا في اتحاد الكوره، المستشار القانوني اللي كان بتاع لجنه الحكام قال ان التسريب ما تمش من داخل اللجنه، لكن في دلوقتي تحقيق في النيابه، احنا مستنيين تحقيق النيابه. تمام، وقفنا كل التحقيقات الموجوده للانتظار اللي هيطوله النيابه ان شاء الله. تمام تمام استاذ جمال علامة، انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا لمداخلتك، وبتمنى لك دايما التوفيق في ما هو قادم ان شاء الله. شكرا استاذ جمال علامة رئيس اتحاد الكره المصري. تعال نطلع لفاصل سريع كده ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن احمد نخله، ونرجع بقى هنتكلم على ماتش الاهلي النهارده، والنهارده كمان من شويه يا جماعه شباب لوزداد على ارضه اتغلب من اورلاندو بايرتس، ودول طبعا فرقتين مع الاهلي في نفس المجموعه. والماتش القادم هيكون النادي هيكون 7 ديسمبر باذن الله، هيكون الاهلي هيسافر عشان يتقابل مع اورلاندو بايرتس. فماتش اللي بعد كده يعني فريق شباب لوزداد هيسافر يلعب مع فريق طبعا استاد ابيجان في ساحل العاج، فمن المتوقع ان ممكن يعني فريق شباب لوزداد يكسب، ممكن يكسب جدا استاد ابيجان، ممكن لو بهذا المستوى يعني. بفوز اورلاندو على طبعا صعب الموضوع شويه، النادي الاهلي اعتقد لو عمل نتيجه ايجابيه هيقرب بصوره كبيره جدا خارج ارضه، يعني هيقرب بصوره كبيره جدا ان شاء الله من التاهل عن هذه المجموعه، هو المرشح الاقوى للتاهل عن هذه المجموعه يعني. نطلع لفاصل ونرجع نبتدي حوارنا عن مباراه الاهلي النهارده واستاد ابيجان، واكيد هنتطرق ايضا لمباراه بيراميدز وانيمبا النيجيري. يلا بينا. والله الحمد لله على الفوز، والفريق الشوط الاول ادى مباراه كويسه جدا، كان في تراجع شويه الشوط الثاني، بس الحمد لله كبدايه في افريقيا الحمد لله كويس جدا، وده بشر الفوز ان شاء الله، ناخد باذن الله البطوله الجايه ان شاء الله باذن الله، افريقيا دايما معانا باذن الله. اداء الاهلي ما كانش طبعا احسن حاجه، لكن كبدايه تقريبا يعني تقدر تقول عليها كويسه يعني،
كان لازم نيجي لان ده حلم احنا خلاص تعودنا ان احنا نحلمه مع الاهلي كل سنه. الماتش بدا حلو قوي، كان الريتم بتاعنا عالي وكان اللعيبه كانت عندها باور وكده، بس جينا من اول بقى ايه بعد 30 دقيقه، بعد ال 30 دقيقه بالظبط الريتم بتاع اللعيبه هادي قوي. الحمد لله على الفوز واللعيبه رجاله والمكسب الماتش، ان كهربا رجع للتهديف وده يديك حافز للماتشات الجايه في بطوله الانتر كونتيننتال، والحمد لله على الفوز النهارده. كهربا كان كويس بس محتاج ان هو ياخد فرصته اكتر. اللعيبه النهارده قدموا اداء جيد الحمد لله طبعا على الفوز النهارده. اللعيبه الحمد لله احلى حاجه انها كسبنا النهارده. انا شايف ان اللعيبه كلها النهارده كانت رجاله، وقفش النهارده الصراحه نجم الماتش، وكهربا بس يعني كان عامل النهارده بعد ما بقى له فتره بيقدم اداء وحش، شايف ان هو النهارده لعب بصراحه كويس قوي. اللعيبه لعب كويس، اه في شويه يعني اخطاء يعني المفروض ناخد بالنا منها لان الماتشات الجايه هتبقى اصعب بكتير. حلو، بس كبدايه كويسه طبعا، حافز للعيبه ان هي تقدر مكمله كده، وحافز ان احنا نقدر نكمل كده برضه في الدوري بنفس الطريقه. نور وياك بيشجع اسم الاهلي يهز الاستاد، ومن زمان في دم حب الاهلي، وفي ثالثه شمال بيتي واصحابي واهلي من كل شكل ولون احنا معاك. رجعنا لكم مرة أخرى مع الكابتن أحمد أخلة. كابتن أحمد، اتفرجت على الماتش النهاردة طبعا، رأيك تقييمك لأداء النادي الأهلي وتقييمك للفريق اللي لعب النادي الأهلي؟ أول حاجة طبعا مبروك النادي الأهلي، طبعا هو بطل القارة طبعا، والمفروض أنه هو صاحب اللقب وأكيد بيحافظ عليها خالد. لكن احنا بنتكلم عن المباراة، البداية كانت حلوة قوي، الحماس لعبت النادي الأهلي، حتى التشكيل كان كويس جدا جدا، عجبني النهاردة بداية قفشة من بداية المباراة. طريقه اللعب كمان ان هو عامل ضغط عالي من بدايه كانت كويسه قوي، فرقت مع النادي الاهلي. الهدف الاول كان جميل جدا جدا، فرق معنويا جدا مع اللعيبه ان هم اللي يحرز الهدف كهربا، وانت عارف طبعا خالد الفتره اللي فاتت كمان هو بيعدي بظروف نفسيه صعبه أكيد. لما يحرز هدف زي دوت وترجع له ثقته في نفسه تاني بتبقى حاجه جميله جدا للتيم كله، وواضح ان اللعيبه بتحبه كمان. بالظبط كده، هو كمان كراه شخصيه طيبه وانت اكيد عارفه طبعا اكتر مني. لكن ساعات الواحد بيخرج عن النص ساعات كده، لكن بيرجع تاني دلوقتي. اعتقد ان هو خلاص يعني استوعب الدرس، ملتزم جدا، بيتمرن كويس. كان ناقصه بس انه يحرز هدف، فاعتقد يعني هو يعني يجيب له الثقه يعني. برافو عليك، وفعلا اعتقد بالمباراه ديت الثقه بترجع له، لان لما نيجي نتكلم النهارده على اللعيبه كلها، اعلى تقييم النهارده هو كهربا لانه احرز هدفين وعمل اسيست لحسين الشحات هدف، فاعتقد ده يعتبر اعلى تقييم محمود كهربا. لكن بتكلم بشكل عام على فريق النادي الاهلي، انتشار جيد، الاستحواذ كان كويس جدا جدا، فترات قفشه كان عامل جيم رائع النهارده، وجوده في الملعب وكنترول ورؤيته قفشه من اللعيبه المميزين جدا يا كابتن خالد، وكمان مؤثر ان هو بيعرف يوصل للمرمى بشكل بسيط جدا. طب انا هقول لك حاجه لذيذه، انت عارف دايما بيبقى في مقارنات ما بين امام وقفشه. تمام. حتى قفشه لما طلع مع ابراهيم فايق كده يعني ابتدى يرمي زعل امام وهو وما اعرفش ايه وما بياخدش فرصه، وما بينزل ببقى كويس وبتاع. فبصراحه ودي كوره على فكره طبعا، ممكن طبعًا. وقت يبقى قفشه احسن من امام طبعًا. ممكن وقت امام يكون احسن من قفشه كويس، فانت شايف ان هو اداله فرصه طبعا مسك فيها بالظبط. تفتكر كولر بقى عليه انه يعني ولا من حقه برضه يغير في اي وقت؟ طب بس هقول لك على نقطه، فهمت قصدي؟ لان في النهايه احنا داخلين على ماتش جامد اللي هو اورلاندو طبعا، كهربا حط رجليه ان وسام كده كده متعور مظبوط، فهو حط رجليه ان هو يلعب الماتش ده. تمام. كان في تفكير ان طاهر هو اللي يبتدي في الراس حربه مثلا. تمام. فاثبت ذاته يعني. حلو. شايف. في بس فرق بين قفشه وبين امام عاشور. في فرق بين طريقه لعب يعني قفشه وامام عاشور، ان قفشه لعيب بلاي ميكر صريح، لعيب رقم 10 صريح، اللي بيلعب تحت المهاجم. بيعرف يستلم تحت ضغط كويس قوي، بيعرف يطلع الكره من رجليه بشكل كويس. بيعرف عنده رؤيه ان هو يوصل للمرمى بشكل جيد. قفشه من اللعيبه اللي بيقرب كتير جدا، اللي بيخلق لنفسه مساحات كويسه قوي عشان يستلم. وكمان في ميزه يمكن اعتقد يعني من امتى، من زمان ما شفناش لعيب زي قفشه، ان هو زي لو تفتكر انيستا لاعب برشلونه، ان هو كان تحت ضغط بيستلم ويسلم بشكل سلس.
قفشه كده والكره جايه له عارف هيلعب لمين وهو قبل ما يستلم الكره عارف مين اللي في اليمين ومين في الشمال. بس هو كل واحد بيبقى ليه عيب حلو وليه ميزه. حلو قفشه عيبه مثلا ما بيدفعش كويس مثلا. قفشه مثلا عيبه ان عايز مساحات شويه كويس لانه باصير جيد وبتاع، لكن لو اتضغط عليه بتبقى مشكله. بدنيا ممكن يكون امام اقوى شويه. هي الجزئيه دي بس يا خالد انت قلتها بدنيا فقط. لكن امام لا، امام عنده كنترول، امام عنده سرعات، امام عنده ان هو بيقدر يزيد من الكوره بشكل كويس جدا. على فكره اتنين شويطه مو ماشي، بس امام امام بالرجل اليمين والشمال. امام اقوى من قفشه في حته ان هو في الكوره عنده سرعه وبيخترق وبيزيد ويعمل زياده عدديه بيكمل بشكل كويس. لكن قفشه نقول عليها بلغه الكوره معلم كوره. معلم ان هو مش بتاع واحد على واحد بسرعاته. برافو عليك. لا هو يوقف يعني زي قفشه يحرك المجموعه زي صانع العاب كده بالظبط كده. بلاي ميكر صريح قفشه. على فكره ابو تريكه ما كانش سريع يعني. ابو تريكه كان لعيب برضو معلم يعني، فاهم قصدي؟ يرقص ويعلم ويديها كده ويعملها كده، لكن طبعًا مش يروح واحد على واحد بسرعته يعني. طبعا حتى النهارده لو انت تاخد بالك من الهدف الاول اللي عمله قفشه لكهربا، ان طاهر كان ساعات كتير جدا في البدايه بيدخل بيضم بيبقى مهاجم تاني مع كهربا، فبيدي مساحه لقفشه ان هو يزيد من حته اليمين. صح. عملها كتير، والنهارده باني في الهدف اللي عمله قفشه عدى بشكل جميل جدا وعمل صنع هدف رائع لكهربا اللي حطها بشكل جيد جدا. يعني اعتقد ان النادي الاهلي النهارده في ايجابيات. اقول لك في ايجابيات، عايز اقول لك حاجه كمان. انا عايز لو انت بتتكلم على بتاعه قفشه حلوه جدا طبعا، بس بتاعه خالد عبد الفتاح اجمل كمان. طبعا طبعا، اللي هو عملها اوفر عالمي وكمان جون عالمي بتاعها جميل. يعني احلى يعني التاني طبعا في نوع من الخنقه بتاعت الحارس المرمى، خنقه شويه اللي هو الجون الاولاني بتاع كهربا. ايوه، لكن الجون التاني بتاع كهربا عالمي رائع. طبعا رائع. والاحلى بقى كمان يا كابتن خالد برضو ان قفشه في مساحه ضيقه جدا جدا بيعمل دبل باص 1 2 تمام مع طاهر، بيجيب جون جميل جدا جدا في مساحه صغيره. ده بيدل برضه على ان اللاعب عنده رؤيه وبيتحرك من غير كره بشكل غير عادي. بس الناس بقى في لوم ان كهربا مثلا في كوره حسين الشحات اديها له كان ابطا من انه يروح للكوره وجون فاضي. كوره مثلا يحيى عطيه الله جون فاضي كان برضه ما لحقش يحط رجله. ممكن توفيق. ده يبقى مبرر لفكره ان هو بعيد عن الملاعب بقى له فتره. انا معاك، والفوت ورك بيبقى مهم جدا، حركه الرجل وسرعتها مهم جدا. كلامك يا خالد انا معاك طبعا مليون في الميه ان هو بعيد بقى له فتره، لكن احنا بنتكلم النهارده ان هو الراجل اعلى تقييم في المباراه كهربا. احرز هدفين وعمل هدف من اربع تجوان واسست، واسست لحسين الشحات. هو ايجابي بكل حاجه ايجابي يعني. كهربا النهارده يعني ان شاء الله باذن الله كده يبقى نفسيا مهيئ نفسه ان شاء الله الفتره الجايه لازم يدوس على كده، لازم يحافظ على كده، لان من قوه اللعيب يا كابتن خالد افهم الموضوع ان هو استمراريه الاداء. صح. صلاح ليه كده؟ استمراريه الاداء. كريستيانو عامل ليه كده؟ استمراريه الاداء. حافظ على نفسك. طب هقول لك حاجه بقى، يعني في ناس وجهه نظر ورؤيه. في ماتشات لعيبه تلعبها، في ماتشات تانية لعيبه ما تلعبهاش او ما بتبتديش. تمام. المباراه دي شيء ما بين المنافس مش قوي كويس وقد يظهر بعض اللاعبين في مساحات يعني كويس. انت عندك مساحات وانت عندك قدرات مهاريه تمام. لكن الاهم ان انت ما تتحط امام فريق اقوى تحت ضغط والمساحات تكون اقل تبان مهارتك وتبان قدرتك على صناعه والتهديف وكده. فواحد هيقول لك مثلا انا ما اقدرش العب بقفشه في اورلاندو يعني من بدايه اللقاء لان انت هتبقى عايز معايير مختلفه للاعب اقوى بدنيا، سرعه، يعني انقضاض كده. فايه رايك في القصه دي؟ والله شوف انا قفشه يعني انا بطمن له جدا طبعا. بترجع طبعا هي كلها قناعات مدرب. بالظبط، برافو عليك، هي قناعات. مستر كولر هو اللي عنده الرؤيه دي، لكن انا لما اجي النهارده حتى الفرقه، حتى الفريق النهارده احنا بنقول متواضع. لو تشوف الهدف الاول اللي جه فينا النهارده في سلبيات زي ما في ايجابيات في سلبيات. صح، الكره بالعرض برافو عليك. الهدف اللي جه فينا التحول السريع اللي اتعمل على النادي الاهلي وتعمل بالعرض بالشكل ده وياسر ابراهيم مدي مساحه للمهاجم بالشكل ده، لا طبعا لا في خلل عندك طبعا. والهدف الثاني كمان، والهدف الثاني انها كورنر، كره ثابته تتعمل وتتعمل للاعيب اللي بره اللي فري تمام وتتعمل وتيجي جون بالشكل ده، طبعا لا يعني اعتقد برضو زي ما في ايجابيات النهارده كتير. بس عيب انا وجهه نظري او انا شايف ان الاجوان اللي دخلت في النادي الاهلي سببها اللعيبه مش المدرب، لان انا حاسس ان في زي ما يكون ايه اللعيبه حصل لهم استسهال
او يعني هندافع ليه يعني فاهم، دي فرقه عاديه. الاريحيه دي بتحصل برضو اكيد برضو يا كابتن. فاما يخش فيك جونين من فرقه زي دي وانت بقالك خد بالك السنه اللي فاتت الاهلي ما جاش فيه صح جون في البطوله كلها غير واحد بس في البدايه خالص امام يانج افريكانز في شهر اعتقد 12 مظبوط. فانت بتتكلم بقالك 11 شهر الاهلي ما جاش فيه جون في دوري ابطال افريقيا صح. فما يجي فيك جونين على ارضك من الفرقه دي ده شيء سلبي طبعا طبعا. واكيد هيشتغلوا عليها. عشان كده انا بقول لك ان برضو ياسر ابراهيم تمركزه ما كانش سليم جدا خالص. كان لازم يكون قريب من المهاجم وكمان كان لازم يلتحم معاه او يقطع معاه. يعني حتى لما نيجي نتكلم على السردباكات يا خالد بيبقى في كده ثوابت ليهم ان هو لازم تعرف تبني من تحت. ادي واحده. لازم الرقابه لازم تبقى الالتحامات لازم تبقى قوي في الرقابه تمام. اخر حاجه شايف الكوره برافو عليك. اخر حاجه واهمها التغطيه. لازم تعمل تغطيه بشكل جيد جدا في الخط الخلفي ده. فياسر ادى مساحه للمهاجم قدر ان هو يخطف ويجيب جون. فطبعا اعتقد ان السلبيه حتى الجون الثاني برضو حتى الجون الثاني مش عايز اشيل ياسر. ما الجون الثاني برضو كوره وواحد لعبها بدماغه والثاني شاطها وواحد في القلب راح حاططها لان الكره مشتركه يعني. الكره بالظبط كده. الكره الثابته دي لازم ان الناس اللي تبقى على القوس ال 18 بيبقى معاهم بيبقى في رقابه عليهم برضو. لكن انا ما اسيبش دي جمله اتعملت اتعملت كورنر واتعملت الراجل اللي بره اللي بره شاط خبطت في واحد جول. لا الراجل اللي بره الفريده لازم معاه واحد. فطبعا اكيد السلبيات دي هم هيشتغلوا عليها الفترة اللي جاية ان شاء الله. ادي الجون الاخر صحيح بالظبط. طيب عايز 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 اروح لك قبل ما نطلع لفاصل. انا يعني ناس بتقول لك محمد الشناوي، انا شايف محمد الشناوي لا يتحمل ولا الهدف الاول ولا الثاني بالظبط. في ناس تطالب امتى مصطفى شوبيري يلعب بقى. ده مصطفى شوبيري لعب مع المنتخب ومصطفى شوبيري لازم ياخد ولازم يلعب ايه رايك؟ والله يا خالد هي برضو قناعات. انا برضو بقول لك ان مصطفى شوبيري حارس كويس جدا وان هو يكون مؤهل ان هو بس الاجانب عندهم حارس اول وحارس ثاني بالظبط كده بالظبط. نمرة واحد وكولر عنده كده الشناوي رقم واحد ومصطفى شوبير رقم اثنين كولر عنده دي. فعمره ما هيلاعب مصطفى الشناوي مصطفى شوبير الا اما يكون عايز يريح الشناوي اكيد او مثلا مباريات في بطولات تانية مثلا اكيد. احنا برضو عايزين نقول حاجة يعني برضو الشناوي برضو يعني حارس كبير وحارس مصر الاول ال- 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 القوة اللي هو مستمدها دي هو برضو ليدر في الملعب ليدر قائد يعني صحيح. فكولر انت محتاج ده اتخانق معاهم الجون الاول جه عايز يزعق بالظبط كده. انا شوف انا كسبان ايه وجون جه لا طبعا متضايق عنده حق ما يدخلش فيها جون برضه زي ما قلنا ان الفريق برضه متواضع صحيح ما يدخلش فيها جون واثنين فطبعا لا الشناوي حارس. هل الفرقه المتواضعه دي ممكن تبقى رخمه على ملعبها؟ لا ما اعتقدش. لا ما تعتقدش؟ لا لا لا, لا. الاهلي لا الاهلي لو لعب الفرقه دي على ملعبها هيكسبها برضه 4-5 تمام. نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن احمد نخله. يلا بينا. The football is not just to in this to success in football is not because you are famous, you know. عشان تنجح في الكورة يعني مش بس عشان تبقى يعني مشهور. So we must respect all the opponents. لازم نحترم كل الخصوم. Like we played against Real Madrid or Barcelona or Bayern. زي كأنك بتلعب بالظبط ريال مدريد أو بايرن ميونخ. Or doesn't we cannot play different way if we play against Ahly or different way we can, but the spirit, the way that we respect the opponent must be exactly the same. يعني هو بقول لك ممكن نغير طريقه اللعب بتاعتنا قدام الاهلي لكن اللي احنا نلعب اي فريق لازم نفس الروح ونفس العقليه بتاعتنا اللي احنا نلعب قدام اي فريق. Because in football happen magic things. يعني في الكوره بيحصل حاجات سحريه. And sometimes the team that is not so good directly الفريق اللي هو ممكن الفريق اللي هو مبقاش احسن حاجه او مش الاحسن يعني can make a surprise ممكن يعمل مفاجآت if you don't respect the football. لو ما حطوش so we must respect the opponent and they have been doing very well. They are very organized. They have a very good technical staff, very good players. So doesn't matter if they are famous or not. لا فلان نحترمهم وعندهم جهاز فني محترم وعندهم لعبه كويسه ومنظمين جدا فلان نحترمهم. Estamos cientes que de facto estamos perante colosso, mas pronto, para nós é uma vantagem e é privilégio porque vamos jogar perante indivíduo que merece digno respeito. سنحترم الزمالك ونثق فيها في البيئه وسنثبت كذلك جدارتنا بان نكون
أعلى من الاحترام. هدفنا هو استغلال الفرصة وإثبات جدارتنا باللعب في هذا المستوى، وإذا كانت النتيجة مواتية أو في صالحنا فهذا بالتأكيد سيكون أمرا جيدا. ورجعنا لكم مرة أخرى وكابتن أحمد دخل. كابتن أحمد عايزة يعني مبروك طبعا لبيراميدز النهاردة كسب 5-1 ونتيجة سجرادة الأنجولي، طبعا فرقة مش وحشة يعني متمرسة الفترة الأخيرة، اسمها كبير، نتيجة كويسة وجيدة لفريق بيراميدز يعني طبعا. طيب عايز أروح لك بقى لكولر، حدد 4 أماكن هو محتاجهم. في كلام قوي جدا إن كان الأهلي بيبحث عن مصطفى العش وعمرو ناصر، وفي كلام على محمد احمد ربيعه تمام اللي هو بتاع المنتخب تمام. فمصطفى العش ومحمد احمد ربيعه واحد فيهم يجي يبقى مع ياسر ابراهيم سيدباك. ومع رامي ربيعه، خصوصا ان في كلام ان يوسف ايمن نفسه طلب انهاء الاعاره تمام. يعني يوسف ايمن قال لك من الواضح ان مش هيبقى لي فرصه او كده، فهيرجع قطر تاني، والمجلس الاداره قال لك ده قرار كولر يعني اللي هيتخذه في يناير. نمرة 2 هو عايز راس حربة مع وسام ابو علي اكيد، غير كهربا اكيد تمام، عايز واحد وعرض عليه عمرو ناصر بتاع فاركو هو بيفضل الاجنبي، عايز واحد اجنبي وانا زيه، فبيدور على واحد نرويجي وواحد من مالي، هو مالي بيلعب في النرويج اعتقد، يعني مالي بيلعب في النرويج، وواحد كمان اعتقد من اصل هولندي بيلعب في الصين، يعني عندهم تعرف انت دايما بيبقى طيب. انا بس خلينا بس الاول يا خالد نحط ضوابط تمام للمحترف اللي يجي كويس. انا ما ينفعش اجيب محترف يجي عندي تمام واقعده دكه بره. المحترف اللي يجي ده يجي يكون افضل من اللاعب المحلي اللي عندي، ده دي خلاص ثواب. بس انت عندك وسام ابو علي مكسر الدنيا. انا معاك، انا وسام ممتاز وسام مهاجم ما شاء الله، هو على فكره يعتبر مصري، برافو عليك، مش أجنبي. محسوب مش محسوب اجنبي، لكن انا احنا عايزين حد زي وسام تمام. لكن انا بقول مش عاوز اجيب محترف تمام واقعده بقى. انا قبل كده ديانج كان موجود عندي كقاعد احتياطي، ديانج ما يقعدش احتياطي صح، ديانج لعيب قوي، لعيب مميز، لعيب مؤثر تمام، ما يقعدش عندي. عشان كده بقول لو جبت محترف ما يجيش، يكون احسن من وسام، برافو عليك، يكون افضل، يكون نفس وسام او احسن منه هو تمام. ده الكلام تمام. كمان ما يقعدش عندي احتياطي، اجيب محترف اقعد احتياطي ليه؟ انا عاوز حد ايوه بس انا اقول لك حاجه معلش برضو، الفرق الكبيره يا احمد بتبقى عايز واحد واثنين وثلاثه جامدين، حتى لو قعد احتياطي في بطولات كتير، انا بشارك في كاس العالم، انا بشارك في الانتر كونتيننتال، يعني انا بشارك في كاس مصر، انا كويس. بشارك ممكن في الرابطه، ممكن في السوبر، ممكن يعني كده انا دوري الابطال، الدوري المصري، انا معاك بطولات كتيره قوي. طيب انا ما ينفعش يبقى راس حربه واحد، انا معاك وما عندكش حد المصري الجامد، انا معاك وكويس جدا كلامك. اللي بيميز وسام تمام استمراريه اداء جيد تمام، سكولر محطه كويس جدا، بيستلم تحت ضغط في اقل في نص فرصه بيجيب لك جول اللي هو وسام، وسام ابو علي اي كره عرضيه بيقدر يستفاد بيها، بيلعب براسه كويس جدا، القوه الجسمانيه بتاعته مهاجم أي مهاجم. بس انا مثلا جربت جبت موديس ده كان بيلعب في بروسيا دورتموند، والله يعني برضو يعني صبي 2 عور، انت وحظك برضو، ما انت ممكن تجيب اسم كبير قوي وجامد قوي وما يوفقش. والله يا خالد بصراحه الموضوع دوت لا تعليق على صفقه مودست خالص تمام، لكن انا بتكلم ان وسام ابو علي ده المهاجم اللي محتاجه النادي الاهلي، حتى نادي طيب. الزمالك لو محتاج مهاجم لازم يبقى بنفس الامكانيات دي وعلى فكره المهاجم لازم يبقى محظوظ، يعني وسام ابو علي من المهاجمين المحظوظين برضه، هو نقول عليها موفق يا خالد، حظ، انت لازم تجتهد صح وتتعب عشان التوفيق يجي لك، رب التوفيق يجي لك. طيب هو بيقال بقى انه عايزين واحد مكان طاهر محمد طاهر كمان، انت عارف حسين الشحات بيميل اكتر لناحيه الشمال تمام، يبقى انت كده بتقول بيرسي تاو انا مش عاوزه صح ولا لا؟ ما هو خلاص برافو عليك، برافو عليك، انت قصدي ايه؟ فيبقى انت كده ماشي تمام، هو ماشي بيرسي تاو ماشي في يناير، وكمان حاجه في كده ورضا سليم، حلو رضا سليم برضو الفتره اللي فاتت بصراحه يعني مش اساسي، وكمان اعتقد مصر كولر بينه يعني خلاص، يعني حاسس ان انا جاي له، انا عارف انه جاي له قطر القطري، يعني جاي له نادي في قطر تمام تمام، يبقى في يناير يا ريت والله، ويدي مساحه لحد يجي مميز مؤثر يجي يزود الفرقه، ده اللي انا اقصده لكن احنا كمان طاهر الفتره اللي فاتت، لكن قولا واحدا محتاجين حد مع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، طبعا لازم النادي الاهلي محتاج ده، محتاج سرد باك ومهاجم قوي جنب وسام وكهربا، وكهربا لازم يتعامل نفسيا كويس جدا، هيديك كل حاجه
واعتقد النهارده كانت باينه قوي انه كل ما يجيب هدف يروح لمستر كولر. حلوه ده مع يوسف ايمن انه ينهي الاعاره في يناير. اه طبعا مع يوسف ايمن ما اداش الموضوع هيبقى صعب قوي. بالظبط برافو عليك. تمام كابتن احمد نخله نورتني وشرفتني حبيبي يا كابتن خالد ودايما متالق كده وسلمني على الكابتن شطه. حاضر ان شاء الله حبيبي. حبيبي ان شاء الله استضيفه قريب اتمنى حبيبي يا خالد. سعيد جدا بوجودي معاك حبيبي ويا رب دايما ان شاء الله كده وانت متالق على طول يا خالد ان شاء الله حبيبي. حبيبي كابتن احمد نخله نجم مصر ونجم النادي الاهلي كان ضيفي النهارده في استاد المحور. بكره حلقه جديده وحلقه مهمه جدا 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 عن التسنين والتزوير. بكره في حلقه استاد المحور انتظرونا تصبحوا على 1,000,000,000 شكر.